مرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بنتائج قرعة الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر واللي أقيمت اليوم في دولة وأصفرت إذن عن المواجهات التالية: مالي تلعب ضد تونس، مصر السنغال، الكاميرون الجزائر، غانا نيجيريا، الكونغو الديمقراطية والمغرب. مباريات الذهاب ستقام في 24 من شهر مارس والإياب في 29، وتونس تلعب مباراة العودة في ملعب حمادي العقربي بيرادز، علما وأكون مباراة الذهاب ضد منتخب مالي يمكن ثم إمكانية كبيرة في تلعب في المغرب، لأنه مالي ما عندهش ملعب مرخص له ومؤهل لاحتضان مباريات دولية، وكانت لعبت مباريات التصفيات المرحلة الثانية من التصفيات يعني مرحلة المجموعات في مدينة أغادير المغربية. نرجع لكأس أفريقيا الأمم، جلال القادري المدرب الوطني المساعد واللي باش يكون المدرب الأول خلال مواجهة موريتانيا قد اليوم ندوة صحفية يوم قبل المباراة، وأكد فيها كون منتخبنا قادر على الانتصار وكون كورونا مش تأثر على عناصرنا. نسمع مع بعضنا شنو قال جلال القادري في ندوة صحفية لليوم. معنويات منخفضة، لا، منتخب التونسي عنده اليوم من الخبرة، عنده من التاريخ، عنده من الكفاءة والثقة في اللاعبين في المجموعة المتواجدة باش نعرفوا نتعاملوا مع الوضعيات هذه. صحيح ما كناش محظوظين طيلة الكان هذه، لكن هذه أشياء تصير في كرة القدم. احنا كجهاز فني كمسؤولين على المنتخب متواجدين هوني باش نتعاملوا مع كل الوضعيات. كوفيد يظهر لي مش كان المنتخب التونسي، عدة منتخبات اللي تضرت من الجائحة هذه. اون بروميير ليو ان شاء الله في كمرحله اولى ان شاء الله اهم شيء هي المجموعه ترجع لنا معناتها بصحه وعافيه، هذا قبل كل شيء. وبالوضعيات هذه المنتخب التونسي تعدى بوضعيات صعيبه وعرف باش يتعامل معها، وكيف ما حكيت عندنا الثقه وعندنا الخبره بحول الله باش نخرجوا من الوضعيه هذه. من جانب اخر، علمت موزايك كونوا عناصر المنتخب الوطني اللي كانت نتائج اختباراتهم ايجابيه باش يخضعوا مره اخرى لاختبارات مساء هذا السبت، حتى اللي كانت سلبيه كيف زاد باش يعاودوا يخضعوا لاختبارات اخرى. علمت موزايك أن بعثة منتخب جزر القمر هدت بالانسحاب وعدم مواجهة الكاميرون في الدور الثمن النهائي إثر صدور نتيجة اختبارات كورونا، واللي كشفت إصابة 12 لاعب منهم زوز حراس مرمى اللي هما أحمد علي ومعاذ أوسيني، والحارس الأول زادة اللي كان تعرض لإصابة وخرج في مباراة غانا اللي هو سليم بن بوينة، وبالتالي منتخب جزر القمر ما عندوش حارس مرمى المباراة هذه، وعنده 12 إصابة بما فيهم مدرب المنتخب الوطني علي عبدو. دونك 12 إصابة خليهم يحتجوا ويهدوا بالانسحاب وطلبوا من الكاف اندروغاسيون سبيسيال يعني ترخيص استثنائي باش يعاودوا يعملوا التحاليل، وهذا ما وافقت عليه الكونفدرالية الإفريقية بعد شكوك حول النتائج، إلى جانب شكوك تتحدث عن تعمد إضعاف منتخب جزر القمر قبل مواجهة المنتخب الكاميروني. منتخب آخر يعاني من فيروس كورونا وبدأ الفيروس يتسلل إلى صفوفه هو المنتخب المغربي اللي باش يعاني من مواجهات من بعض غيابات في مواجهة ملاوي، حيث ثبتت إصابة فيصل الفجر بالكوفيد مع ظهور أعراض على زوز عناصر مهمة جدا في المنتخب المغربي اللي هما الظهير الأيسر أشرف حكيمي وحارس المرمى ياسين بونو، زوز عناصر أساسية ومهمة برشا في صفوف أسد الأطلس، وبالتالي تم عزلهم عن بقية المجموعة ومترناوش اليوم مع بقية المجموعة في انتظار صدور نتائج تقصي فيروس كورونا الخاصة بهم. نختم نشرتنا بأهم مباريات اليوم في الدوري الإيطالي. في سيريا جينوا تعادل مع أودينيزي 0-0، أربع دقائق في مباراة الإنتر وفينيزيا والنتيجة طبعا 0-0. لاتزيو يلتقي أتلانتا 9 غربة عام تعليل. في البريمير ليج أستون فيلا انتصر على إيفرتون بهدف لصفر، برانتفورد منهزم في دقيقة 82 أمام الولفز 2-1، ليدز يونايتد هزيمة أخرى ليدز يونايتد مرة هذه ضد نيوكاسل بهدف لصفر، ومانشستر يونايتد انتصر على ويست هام بهدف لصفر، وستة ونص ساوثهامبتون يستقبل مانشستر سيتي. في الليغا ليفانتي انهزم أمام قادش 2-0، فيا ريال انتصر على مايوركا 3-0، وستة ونص إشبيليا يلتقي سيلتا فيغو، والتسعة تعليل القمة أتلتيكو مدريد مع فالنسيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا موزايكا فام بوانيت.